هجوم العمالقة الأعلى تقييماً على مستوى أعمال الأنمي يدور حول كفاح البشرية ضد العمالقة للبقاء على قيد الحياة، فكرة بسيطة لكن خلفها عشرات الحكايات والكثير جداً من المشاعر. في الأصل كان من المفترض أن يكون إيرين ييجر بطل القصة عملاقاً طوال الوقت، لكن هاجيمي إيسياما كاتب المانجا تراجع عن الفكرة، أما ميكاسا فهي أول شخصية قام بابتكارها. خطط الكاتب أيضاً أن ينهي المانجا بنهاية مأساوية حيث تموت كل الشخصيات، لكن التقييمات الإيجابية والمتابعة الكبيرة للعمل دفعته لتغيير الأحداث بسبب تعلق المعجبين بالأبطال. قصص المانجا بدأت قبل 7 سنوات تقريباً من عرض الأنمي لأول مرة، وحالياً يتكلف إنتاج الحلقة الواحدة 300,000 دولار. وأخيراً بعد نجاح أتاك أون تيتان كان هاجيمي إيسياما أغنى كاتب مانجا عام 2021، وتكسر ثروته اليوم حاجز 45 مليون دولار.